في الكون لا توجد حركة مستقيمة أو دورانية أو منحنية، بل كل حركات الأجسام تشبه السباحة في البحر، حركة موجية صعودا وهبوطا. فالكواكب بالفعل تدور حول الشمس، ولكن الشمس تصعد وتهبط بهذه الكواكب حول مركز المجرة، وبالتالي فإن كل الكواكب والنجوم وحتى المجرات في الكون حركتها حركة موجية تشبه موج البحر. الله تبارك وتعالى قال: وكل في فلك يسبحون. هذا التعبير العلمي دقيق جدا ويتطابق مع العلم الحديث، والحمد لله رب العالمين.